يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 20 والجو فيها حار. في الأسكندرية 25-19 الجو فيها معتدل، وفي مطروح 24-19 الجو أيضا فيها معتدل، في بورسعيد 26-21 والجو فيها أيضا معتدل، في الإسماعيلية 31-24 والجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 30 درجة والصغرى 21 والجو فيها حار، في العريش 26-19 والجو فيها معتدل، في طابة 32-23 والجو فيها حار، في شرم الشيخ درجة الحرارة 36 درجة والصغرى 26 والجو فيها حار، وفي الغردقة 36-27 والجو فيها أيضا حار. بالنسبة إلى محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 40 درجة مئوية والصغرى 26 والجو هناك شديد الحرارة، في أسوان كذلك 40 درجة مئوية العظمى والصغرى 26 والجو في أسوان أيضا شديد الحرارة، في الوادي الجديد 36-21 والجو حار، في شلاتين 39-28 الجو حار، وأخيرا في حلايب 36-29 والجو في حلايب أيضا حار. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.